السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل. نتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، بس قبل حلقتنا حابة أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة حلقتنا بتتكلم عن إيه هي الولادة المبكرة. محتويات الفيديو: الحمل والولادة، الولادة المبكرة، أسباب الولادة المبكرة، مضاعفات الولادة المبكرة. الحمل والولادة: يحدث الحمل عند وصول الحيوان المنوي إلى المهبل المرأة لتكوين ما يعرف بالبويضة المخصبة، وتنتقل البويضة المخصبة عبر قنوات فالوب إلى الرحم لتنغرس هناك، ويقوم الجسم بإفراز هرمون الاستروجين والبروستاجيستيرين لزيادة سمك بطانة الرحم لتزويد الجنين بحاجته من الغذاء وغيره لينمو، وتعتبر المدة الطبيعية للحمل 40 أسبوع. يبدأ عدها من أول يوم في آخر دورة شهرية، وغالبا ما يتم توليد الأم بالولادة المهبلية. استعد أكثر الطرق الولادة شيوعا وأمانا، لكن في بعض الحالات لا يمكن توليد المرأة بهذه الطريقة ويلجأ إلى الولادة القيصرية، وذلك في حال كان حجم الجنين كبيرا أو كانت وضعية أو صحة الجنين لا تسمح بالولادة المهبلية. الولادة المبكرة: تعرف الولادة المبكرة على أنها ولادة الطفل قبل البدء بالأسبوع 37 من الحمل، وقد كانت نسبة الولادة المبكرة مرتفعة ثم انخفضت بشكل ملحوظ في الأعوام الممتدة ما بين 2007 إلى 2014، ثم عادت النسبة لترتفع في عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن عامل العرق يلعب دورا مهما في الولادة المبكرة، فقد وجد أن نسبة الولادة المبكرة ترتفع في السود مقارنة بالبيض. ويمكن تقسيم الولادة المبكرة إلى ما يلي بالاعتماد على عمر الحمل. الحالات المتأخرة من الولادة المبكرة: وعندها يولد الجنين بعد إتمامه من 34 ل 36 أسبوع من الحمل، وهي أكثر الحالات شيوعا. الحالات المتوسطة من الولادة المبكرة: وعندها يولد الجنين بعد إتمامه الأسبوع من 32 ل 34 أسبوع من الحمل. الحالات الشديدة من الولادة المبكرة: حيث يولد الجنين قبل إتمام الأسبوع 32 من الحمل. الحالات الفائقة من الولادة المبكرة: وفيها يولد الجنين قبل إتمام الأسبوع 25 من الحمل. أسباب الولادة المبكرة: في الحقيقة لا يوجد سبب محدد معروف للولادة المبكرة، ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد من احتمالية الولادة المبكرة، ومنها ما يلي: الولادة المبكرة لأحد الأجمال السابقة، الحمل بجنينين أو ثلاثة أو أكثر، وجود فترة زمنية بين الحمل وسابقه لا تتجاوز 6 أشهر، الحمل بالتلقيح الصناعي خارج الجسم، وجود مشاكل في الرحم أو عنق الرحم، التدخين وتناول المخدرات، الإصابة بالعدوى وخاصة عدوى السائل الأمينيو وعدوى الجهاز التناسلي، المعاناة من الأمراض المزمنة كالسكري، ارتفاع ضغط الدم، معاناة المرأة قبل الحمل من الوزن الزائد أو الوزن الذي يقل عن الحد الطبيعي، التعرض للظروف الصعبة والمخزنة كموت عزيز أو عنف أسري، التعرض للإجهاض المتكرر، التعرض للإصابات والجروح، تجاوز عمر الحامل 35، حمل المرأة في عمر المراهقة. مضاعفات الولادة المبكرة: قد يولد بعض الأجنة بشكل مبكر ولا تظهر عليهن أي مضاعفات، من جهة أخرى وقد تظهر بعض المضاعفات على بعض الأطفال المولودين مبكرا. وتجدر الإشارة إلى أن وزن الطفل عند الولادة يلعب دورا مهما في ظهور المضاعفات، وفي الحقيقة كلما كانت الولادة أبكر كانت احتمالية ظهور المضاعفات أعلى. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المضاعفات قد تظهر على الأطفال فور ولادتهم، وبعضها الآخر قد تظهر في مراحل متأخرة من العمر. ويمكن تقسيم المضاعفات كما يأتي: مضاعفات على المدى القريب: تظهر هذه المضاعفات خلال الأسبوع الأول من الولادة وتشمل ما يلي: مشاكل التنفس: قد يعاني الأطفال حديث الولادة من صعوبة التنفس بسبب عدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي، وقد تظهر عليهم بعض الأمراض النفسية مثل خلل التنسج القصبي الرئوي وانقطاع التنفس. وقد يولد بعض الأجنة دون عامل فعالية سطحية رئوية الذي يسمح للرئتين بالتمدد، وهذا ما يعرف بمتلازمة الضائقة التنفسية.
مشاكل القلب. قد تترتب على ولادة الطفل المبكرة اضطرابات على مستوى القلب كالقناة الشريانية المفتوحة التي تكون فيها القناة التي تربط الشريان الأبهر بالشريان الرئوي وتكون مفتوحة، وقد تغلق هذه القناة مع الوقت، إلا أن تركها دون علاج قد يتسبب بفشل القلب والنفخة القلبية. ومن مشاكل القلب أيضا انخفاض ضغط الدم. مشاكل الدماغ، ومنها نزف الدماغ الذي يعرف بالنزيف داخل البطين، وأغلب هذه الحالات بسيطة وتشفى خلال فترة قصيرة، ولكن بعضها قد يكون دائما. مشاكل الجهاز الهضمي، ومنها الالتهاب المعوي أو القولون، ويعرف هذا الالتهاب على أنه إصابة خلايا الجهاز الهضمي بالجروح بعد بدء الجنين بالرضاعة، وتجدر الإشارة إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بهذا الالتهاب. مشاكل جهاز المناعة، بسبب عدم اكتمال جهاز المناعة في هذه الفئة من الأطفال، فإنهم يكونوا أكثر عرضة للمناعة للمعاناة من العدوى. مشاكل الدم، ومنها فقر الدم الذي يصفر فيه جلد الجنين وعيناه. مشاكل عمليات الأيض، كهبوط مستوى السكر في الدم. اضطرابات درجة الحرارة كانخفاضها بسبب خسارة الجسم للحرارة بسرعة. نتكلم بقى عن مضاعفات على المدى البعيد. قد تظهر بعض المضاعفات التي تترتب على الولادة المبكرة على المدى البعيد، ومنها ما يلي: الشلل الدماغي، مواجهة صعوبات في التعلم، مشاكل على مستوى النظر والسمع، مشاكل الأسنان، بعض المشاكل النفسية واضطرابات السلوكية. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. تابعونا عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أراكم على خير في قناتنا، قناة منوعات نور.